شركات بهالطريقه هذه اللي غير سطحيه المنظمه اللي كتقوم بالمشاريع هذه ما يمكنلهاش تقوم بهذا المشروع بدون مقابل فهمتي بدون علاقات مع مع مؤسسات يمكن تكون بنكيه يكون منظمات مع 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 مجموعات وما كاينش غير فراشي التعامل كل شيء التعامل على هذه المسائل هذه لهذا كنظن بانه بالاسف خص الانسان وخص الدوله ديالنا مع جميع اطراف خصها تشوف تعود النظر باش ما يمشيوش ضحايا واحد اخرين المشكل اللي طرا هو هذه عام ونص الزوجه ديالي جات قالت لي بانه كاين واحد المشروع مهم ديال باب دارنا كي واحد اتمنه مناسبه ومشات خدات كريدي من البنكه وهي والام ديالها والاخوات ديالها ثلاثه ومشاو وعطاو واحد التسبيق وبقاو كينتظروا واحد الكومبرومي دو فونت عامل واحد لاتيستاسيون دارت مع هاد لاجونس ايموبيليير لانه هاد البروموتور ايموبيلي كيوعدهم بانه في مده السنه غادي يجوز المشروع اللي كاين في شارع يعقوب المنصور اللي كتواجد فيه واحد المؤسسه بنكيه ملي مشينا سولنا ديك الاساسه من البنكيه بعد 6 شهور قالت بانه ما كاين ما في بالهم حتى شي حاجه ملي رجعت السيده ديالي مشات عندهم كتقول لهم هذا المشروع هذا بعد مده ديال السنه قالوا لها بانه راه مازال كي راه داكشي راه في الطور المشروع بانه غادي البني غادي الجزء نعم اسيدي دفعت 500000 درهم و الاخوه ديالها حتى هما دفعونا اكثر من الدوبل هذاك المبلغ وكل شيء بقى كينتظر بعد مده ديال سنه ونص رجعوا كل مره كيقول لهم راه اليوم غدار اليوم غدار اليوم غدار ملي مشاو طلبوا باش ياخذوا الفلوس ديالهم قالوا لهم غنفسخوا هذيك العقد غنفسخوه ونعطيكم واحد الشكات حتى تطورت المسائل اليوم فهمتي هذا الشيء اللي واقع هذا فهمنا بانه ما عطى لا شكات لا والو الساعه حيت كيديهم ويجيبهم باش يعطيهم قول له عطينا شكات عطينا شكات بيرسونيل ما عطاهمش شكات بيرسونيل شي ناس واحد اخرين مشاو عطاهم دي شاك ديال لي سوسيتي ديال زوت سوسيتي ديالو ورجعوا ام بي حتى المسائل تفضحات ويقال بانه كان هو في استعداد باش يغادر ارض الوطن حتى كان يتحايل على كل شيء لا هو الناس اللي خدامين معاه في المؤسسه ديالو اللي كتواجد هنايا حتى قبطوا عليه وجاو بطبيعه الحال جاو البوليس هزوه اللي كتحملوا المسؤوليه واش هذا البروموتور ولا جات برين ولا شنو اللي وقع لكم شوف استاذ بكل صراحه وبكل شفافيه حنا في دوله الحق والقانون والعداله الحمد لله اليوم عداله الي انديبوندونت الحمد لله هذه خطوه للامام للاسف الشفافيه في هذه المعاملات مازال ما كايناش مازال ما موضحش نعطي واحد النظريه الشخصيه ديالي كنقول بانه عده اطراف تعاموا على هذا المشكل هذا اللي طرا ديالي ما غنسميهم شيء ولكن كنظن بانه الاخصائيين كيعرفوا بانه شركات بهالطريقه هذه اللي غير سطحيه المنظمه اللي كتقوم بالمشاريع هذه ما يمكنلهاش تقوم بهذا المشروع بدون مقابل فهمتي بدون علاقات مع مع مؤسسات يمكن تكون بنكيه يمكن منظمات مع 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 مجموعات وما كاينش غير يكون هادشي التعامل كل شيء التعامل على هذه المسائل هذه لهذا كنظن بانه بالاسف خص الانسان وخص الدوله ديالنا مع جميع اطراف خصها تشوف تعود النظر باش ما يمشيوش ضحايا واحد اخرين اللي لا منهم الجاليه المغربيه ولا منهم المواطنين المغاربه اللي صراحه قاموا بمجهودات كبيره باش يوفروا
واحد القسط من المال باش يقتني واحد الشقه ويمشيو ضحيه ديال واحد ليسكرو. للاسف الله يخفي الحق اللي صراحه وكنتمنى الله سبحانه وتعالى باش القانون ينصف هاد الناس هادو اللي كاينين هنا كلهم ينصف فيهم ونصف الضحايا الاخرين اللي هما يمشاو لهاد المؤامرات اللي خصنا نبقاش نسكتو عليها. وكان من هاد المنبر كنتوجه لجميع المسؤولين لا من 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 المسؤولين المدنيين ولا من العداله ولا من المؤسسات البنكيه ولا من جهات اخرى باش يعاونوا المواطن ويحميوا المواطن باش تكون عندنا واحد السمعه فهمتي لا هنا في المغرب ولا في الخارج. راه بهذه الطريقه هذه راه حنا كنبعدوا علينا الجاليه المغربيه اللي كتشارك واحد المجهود كبير في توفير الاموال كل الاموال المغربيه للمغرب وكنبعدوا علينا المستثمرين اللي كيعرفوا بانه اللي كيطلبوا بانه المغرب للاسف غادي في واحد الهفوه للاسف راه كيمشيو بلاصه اخرى باش يستثمروا. شكرا لك. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من انفاس بريس.